السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي آدم بن إيكن، أقرأ في الأول الابتدائي في مؤسسة إقراء الخاصة. اليوم سأقرأ قصة زهرة، المؤلف طارق البكري. زهرة. رأت زهرة مشاهد الطبيعة الساحرة، امتلأ صدرها حبا وفرحا وسعادة وراحة. راحت تتأمل الروضة البسمة، أمسكت يد أمها وصارت على العشب الأخضر. أمل تدا تداعب الفراشة تغني، الطيور وترقص مع النسمات. قالت زهرة وعيناها تتلألأن، هل تعرف الأشجار أننا نحبها؟ والعصافير أننا نطرب لصوتها. والأرض أننا نسعد بإخضرارها. والشمس أننا ننعم بدفئها. والغصون المتميلة، هل تدري أننا نسمع صوت حفيفها الجميل، فتزدان رقة وعذوبة. وهل تدرك الأزهار أننا نتمتع بشذا عطرها الفواح. قالت الأم: كوني يا ابنتي هكذا العطاء دون رجاء فإنها عند ما تتوقف عندما تتوقف عن العطاء تتوقف عن الحياة. إلى اللقاء يا أصدقائي.